أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الآخر: ما حكم قراءة القرآن على القبر عند دفن الميت، وهل فعل ذلك أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تجوز قراءة القرآن عند الجنازة ولا عند القبر، لأن هذا الشيء لم يرد به دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقرأ على المحتضر، يقرأ على المحتضر الذي في سياق الموت. ورد أنه تقرأ عليه سورة ياسين على ما في السند من مقال، ولكن إذا فعل عند المحتضر فلا بأس، وتركه أولى أيضا. أما بعد ما تخرج روحه فإنه لا تجوز القراءة عليه، لأن هذا شيء لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى القراءة عند القبور، هذا شيء لم يرد. يدخل ضمن هذا القراءة في مجالس العزاء، والقراءة في مجالس العزاء، والقراءة لروح الميت، قراءة الفاتحة لروح الميت، كل هذا غير مشروع. المشروع التصدق عن الميت والدعاء له والاستغفار له والحج والعمرة عنه، هذا الذي وردت به الأدلة. نعم.